كل بلاد تمنينا احنا جينا راجل كم يلفو، هما باقيها كلها اللي ما هيش على قاعده صحيحه. سامحني فيه تقول لي الفخفاخ معناها عنده 44 مليار سافو لوكو مونامي. فك البيريود اللي تعدات فما شعب ما عندوش ما ياكل، يضر الانسان كي يجبد مليار ويتلفت المنطقه من المناطق هكا يبني لهم حتى جوي 4 متر 4 متر هكا عداله. ثم ناس يعدون في التلفزيون ما عندهمش فين في صب الشتاء ما عندهم وين يمشي، يضر لي ما فيه باس. واحد كيجبد مليار، 1 مليار ما يعمل حتى من 44 مليار، معناها تعرف انسان باش يجبد شعره من العجي ما تعمل حتى شيء. تو تقول لي هذا باش يشد علينا شدنا مسؤول في امور السياسه، تختار تلوج باش تلقى واحد يعجبك اول مره ومن بعد نعطيك وجه ومن بعد تتبدل الامور. ولذا غادي المشكله هي لما حاله باش نقول لك شو تو هو نورمالمون بشار هذا كيما سميت يولي صافي سعيد كابابلي ورجولي زاد قد قد، وعندك ما تقول فيه زاد في ثقافته في المجتمع نتاعو في نظريته في كل شيء حتى في المستقبل عنده معناه انسان بازي. لكن المشكله تو الواحد يخاف تو نحطه هذاك ونقول بعد تتبدل. تعرف شنو اللي يقول لك دوبل فاس؟ ان شاء الله ما تمنوش اسمه صافي سعيد هكاك. انا واحد الناس تمناه هو يكون كيما هكاك وراجل كفء وراجل عندك فيه ما تقول. الشركات نتاعو هذوما معروفين هم تو باش يجيب هو تخلق هكاك ما عنده شيء. ما انا بدر عنده شركات قاعد يخدم فيها فهمني ولا انا معناها انسان عنده شركات ويخدم ايش بيه. انا وقف لي مخي تو تو هذاير كل اللي صار واللي عملناه في 7 سنين. وكل مرة نجيبوا رئيس حكومة ويقولوا رئيس الحكومة الفلاني عنده كذا ورئيس الحكومة هذا عنده كذا. اوكي وصلنا انتم تو رئيس الحكومة كي جا المرة هذه علاش قبل ما تنتخبوه ووقت اللي انتخبوا سيد الرئيس معنا ماكو شوفوا له شنو اللي عنده ما عندوش وشوفوا شنو اللي هذا برنامج بعد ما توافقوا عليه وتعطوه الاصوات ودخلوا راهو عنده برشا راهو عنده شركات. الشركات معروفة اللي عنده معروف اللي هو عنده شركات وقاعد يخدم شركات. هو شخال هو قال لك انا اموري مريقلة هو تو على مصلح خان انا اموري مريقلة فهمني انا اموري مريقلة ما عنديش. واللي عنده حاجه يقدم على القضاء واذا القضاء واذا القضاء معناها اعطاه كلمته انا مستعد باش نقدم استقالتي ويعتمل له اخويا يطلع القضاء معناها يطلع السيد نظيف ويعتمل مع قائم الوجب نتاعو فهمني. علاش نعملوا هالبومه قرنا هذا الكل هاو بيه هاو عليه هاو بيه هاو عليه والقضاء ما زاد ما عطاش مو عندنا حق بالقضاء ولا ايش بيه القضاء قبل هاو ببرشا ناس من دار رجال اعمال عام كذا وكذا والقضاء كي وصلنا للي هو ولا القضاء منه ومن خلينا انتم عندكم حق في عبو عندكم الحق ما حاطين هو عبوا مدع الفساد والحكمة وعندكم شوقي تبيه يا خان شوفوا لا 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 شوقي شبيه باش يقول وقذا اش يقول وبعد نحكم عليه ماهيش تو بعد ما نعدي نحن هي البلاد داخله في حيط وبعد الكورونا وناس واقفه والدنيا ذاك تشوف فيها الضبوط كما يقولوا فيها الدنيا راهي للضبوط. نزيدوا نحلوا هالمشكله هذه نفرضوا تو يا سيدي مشى هو ومش نزيدوا نعملوا رئيس حكومه اخر ونزيدوا نعملوا قوانين اخرى ونزيدوا نتبدي تو الشعب التونسي كله بطل الثوره صارت على البطاله وعلى الدين كل ايش من زين ياسر اخويا. قول صراحه نعطيك بكل صراحه مش يا ربي يخفوا علينا.